هيا الله الحبايب، وياكم سام جيمز، ومثل موعدكم دائما ياكم بكل شيء جديد. تحياتي لكل حبايب، مشكورين دعمكم، مشكورين لايكاتكم. اليوم مقطعنا خرافي هو شلون نجيب الملابس، البنطلون البنفسجي والبرتقالي مع الخوذة، كامل مكمل. كل عليك تتبع الخطوات، لينك المهمة موجود عندك بالوصف. كل عليك تحمل المهمة، هنا تضغط اوبشن وجوب بلاي جوب، وبعدين بوك مارك، وبعد البوك مارك لاست مان ستاند. هنا المهمة follow on YT، فكل عليك هنا تبدي المهمة وترسل الواحد من أصدقائك. إذا ما عندك أحد حياك الله ديسكورد تليجرام، الأدمن يساعدوك إذا ما عندهم شيء مساعدة، غواصة أو سيارة دا ينطون لحد، لأن تعرفون ديسكورد موجود عندكم لأي مساعدة تحتاجوها بعالم جرام. فهنا بعد ما حولنا بالسمة بدت المهمة، كل شيء ما أسوي conform settings وأرسل إلى صاحبي. بعد ما يجون عليه صاحبي أبدي المهمة. هنا راح يقول لي شنو احتفالية، اقول له ردي وما اريد اشوف ولا احتفالية. فاول ما تبدي المهمة شوف المهمة وين راح تبدي، يعني راح تبدي بمحل ملابس. فهنا صاحبك عنده الملابس البنفسجية والهوست عنده الملابس البرتقالية، خليها ببالك. هسه تشوف صاحبي راح يجي يمي وتشوف شنو هو لابس. فهنا جدا بسيطة، كل عليك انك تفتح التشبات وتغير الهند جلاف اللي هو كف الايد اذا ردت الخوذة وردت الطقم كامل، واذا ما تريد الخوذة كل عليك تغير السماعة مال اذان او اي شيء تغيره راح يصير عندك، تبقى الملابس عندك. بس اهم شيء تغيرهم وتنتظر شوية ثواني وتقول لصاحبك مو انت يلفت الجيم، صاحبك انتبه. شوف هنا انا راح اغير الهند جلاف مالتي وخلي الهند جلاف شوية انتظر، وبعدين اقول لصاحبي لفت الجيم. انتبه للخطوات، اهم شيء حتى تجيك الملابس 100%. لاحظ هنا مثل ما تلاحظ هنا اجيت المحل الملابس بعد ما انزلني بسيرفر عام. كل عليه هنا انه اخزن اللبسة بسلوت واحد، فتبقى اللبسة عندي مخزن الأصلية، وتقدر تلعب باللبسة الثانية، تغير عليها، تغير بنطرون أو تدمج عليها فشي أنت يعجبك. فأتمنى من الله حبايبي أنه عجبكم هذا المقطع. حياكم الله ديسكورد تليجرام لأي مساعدة، ولا تنسونا بلايكاتكم ودعمكم حتى المقطع يوصل لهواية ناس. Peace for love ومع السلامة.